السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى رحاب هذا الفضاء الإخباري في ملفات اليوم. البداية بعد قليل مع موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط، يرتقب الإعلان عنها في حدود الثالثة. في ملفنا الثاني، القطاع السياحي، مرافقة المستثمرين، تشجيع السياحة الداخلية والاعتماد على الرقمنة والترويج لوجهة الجزائر السياحية. في ملفنا الثاني، وقبيل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، وزارة التجارة برنامج محكم لضمان المداومة والتموين بالمواد الغذائية الأساسية. في ملف آخر، تثمين البحث العلمي والابتكار لترقية المقاولات. إلى هذه الملفات إطلالات مباشرة ووقفات إخبارية متنوعة نافذة على معرض الجزائر الدولي في يومه الأخير من البقاع المقدسة، تحضيرات البعثة الجزائرية لاستقبال حجاجنا الميامين في منن وصعيد عرفات الطاهر. ومعكم مشاهدينا، وكما قلت منذ قليل وخلال هذا المباشر، نترقب الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط. نتمنى مسبقا التوفيق للجميع. يرتقب إذن الإعلان بعد قليل على نتائج شهادة التعليم المتوسط، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج الامتحان دورة حجوان 2023 سيتم إشهارها اليوم ابتداء من الثالثة مساء، وذلك عقب صدور بيان الذي يتضمن مختلف الإحصائيات المتعلقة بنتائج هذه الشهادة. منذ قليل في البلاتو أسعد كثيرا باستضافة السيد عبا محمودي، مدير الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. سيد محمودي، أهلا بك. أهلا بكم وشكرا على الضيافة والاستضافة. إذن تفصلنا لحظات قليلة وتعلن النتائج ونتعرف على الفائزين في هذه الشهادة، قبل ذلك بيان نتائج الإعلان أصدر فعلا. نسبة النجاح الوطنية 60.97%. نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء، أود أن أتمنى لكل الناجحين والناجحات وأقول لهم ألف مبروك، وللأولياء الذين سهروا عليهم بهذا النجاح، و للذين لم يسعفهم الحظ هذه السنة سيكون لهم حظ وحظوظ بعد هذه السنة إن شاء الله. فقط سيدتي أريد أن أذكر أنه بعد على الساعة الثالثة تماما ستعلق نتائج الناجحين في شهادة التعليم المتوسط في جميع المتوسطات وسيكون ذلك تزامنا مع فتح موقع مع الإعلان الرسمي عن النتائج. الموقع الرسمي عندنا موقع الديوان اللي هو https://buamonac.dz، وعندنا ايضا على فضاء الاولياء، لانه الاولياء هم اللي راهم يتابعوا في هذا نجاحات ابنائهم، وعلى فضاء اولياء.education.gov.dz، يعني هذين الموقعين يمكن للأولياء وللمترشحين أن يدخلوا في هذا الموقعين ويوجدوا إن شاء الله نتائجهم. جيد. والنجاح للجميع. نتمنى مسبقا التوفيق للجميع. قبل حوالي 10 دقائق من إطلاق الموقع الخاص، من فتح هذا الموقع من أجل الإطلاع على النتائج، وكما قلت منذ قليل بيان وزارة التربية قد صدر فعلا، كما نتابع على شريط الهام مشاهدينا، حيث أن نسبة النجاح الوطنية هذه السنة في شهادة التعليم المتوسط لدورة 2023 بلغت 60.97%. نعم، إذن بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة يعني 60.97، أي بالنسبة للعدد عندنا عدد المترشحين المسجلين
هو 788 1703 مسجل. عدد المترشحين الحاضرين هو 781 1960. أما من 781 960 هذو الحاضرين نجاح تم أو عدد المترشحين الناجحين هو 476 1760، أي بنسبة 60.97، يعني تقريبا 61%، وهو يعني نسبة مقبولة جدا نظرا لأنه هذه الكوكبة أو هذه الدفعة من المترشحين هم دفعة الذين عايشوا الأحداث الاستثنائية منذ السنة الدراسية 2019-2020، حيث كما تعلمون بداية الظروف الاستثنائية والحالة الوبائية الصحية، حيث توقفت الدراسة في 12 مارس 2020، وبذلك تم نظرا لظروف صحية العالمية، يعني هذه الظروف هي ظروف عالمية وليست الجزائر ليست بمنأى عنها، اتخذت الدولة آنذاك وسلطات على أعلى مستوى قرار توقيف الدراسة، ويعني توقيف الدراسة في الفصل الثالث، يعني الفصل الثالث لم يلتحق. ونذكر أنه الموسم الدراسي المنقضي 2022-2023 كان موسم العودة إلى النظام العادي. نعم. كانت سنة عادية محكمة مرت في ظروف حسنة إلى حين هذه الامتحانات الرسمية، امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي تعلن نتائجه بعد قليل. شكرا سيدتي، لقد يعني ذكرتيني بهذا الشيء، ويعني انا كنت رايح نجي ليه. تفضل. نعم. هو انه فعلا هو السنه الدراسيه 2019-2020 هذا الكوكبه كانت في السنه الاولى متوسط، واستفادوا فقط من فصلين من دراسه. السنه المواليه، السنه الدراسيه المواليه، هذه الدفعه وهذه الكوكبه كانت في السنه الثانيه، وهنا بدينا في النظام الاستثنائي للتدريس. وكما تعلمون أن الجزائر من الدول الرائدة التي يعني أخذت على عاتقها إجراءات استثنائية صحية، يعني هناك بعض الدول التي أغلقت المدارس، ونحن في الجزائر والحمد لله يعني قمنا أو قامت وزارة التربية الوطنية بمتابعة ومرافقة ومشاركة جميع يعني في إطار التآلف الحكومي، أنه قمنا بما يسمى بمكافأة أو تعديل البرامج وتكييف البرامج، وقسمنا الأقسام إلى كل قسم إلى فوجين، يعني وتم هناك يعني ظروف استثنائية تم فيها تعديل ومكافأة المناهج، يعني لذلك فهذه الدفعة في السنتين الثانية والثالثة يعني عاشوا هذه الظروف القاسية والقاسية على جميع يعني سكان العالم. وفي هذه السنة كما ذكرت 2023 والقرار السيد للسيد رئيس الجمهورية الذي وبناء على اللجنة الصحية، تقارير ومشاورة اللجنة الصحية، يعني عادت عدنا إلى النظام العادي، وهو دراسة سنة كاملة، سنة هادئة، سنة يعني ما شاء الله، يعني وهذه النتيجة يعني احنا بالنسبة لنا وتوقعاتنا، ولسنا نحن يعني فقط لتوقعنا في الجزائر، ولكن هذه توقعات عالمية، منظمة اليونسكو ومنظمة اليونيسف توقعوا في العالم أنه النتائج راح يعني تتراجع وتتراجع كثيرا، لأنه احنا في هذا الامتحان هو تقييم مكتسبات، وتقييم مكتسبات ماهوش لهذه السنة فقط، وإنما للمرحلة ككل، وتعلمون وأن المكتسبات هي لكل يعني المرحلة، لذلك فنحن يعني هذه النتائج بالنسبة لنا مرضية ومرضية جدا. نعم، نسبة 60.97%. نعم. وطنيا هي نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط، دائما نذكر بهذه النسبة سيد محمودي في انتظار صدور النتائج رسميا وحلول الثالثة تماما. هذا التوقيت الذي ينتظره حوالي 800 ألف تلميذ عبر الوطن. نعم، يعني 788 ألف. نعم. 781 960، ومن وراء كل تلميذ أولياء وعائلة وأقارب،
إلى آخره. يعني إن شاء الله الناس كامل تفرح في هذا الموضوع دائما. في هذه الدقائق الأخيرة التي تسبق الإعلان الرسمي للنتائج نذكر بطريقة الحصول على هذه النتائج سواء عبر الموقع أو مباشرة في المؤسسات التربوية. هي النتائج ستعلق على مستوى المؤسسات التربوية يعني المتوسطات في نفس التوقيت، في نفس التوقيت على الساعة الثالثة تماماً ستعلق النتائج في المؤسسات التربوية. ومن يريد الولوج إلى الفضائين سواء الموقعين الموقع الديوان أو على فضاء الأولياء كما ذكرت سابقا، والأولياء رغم هذا الفضاء هذا يشتغلوا به وعندهم يعني دائما يتواصلوا مع. لو سمحت نذكر بالموقعين. موقع الديوان هو https://bum.onec.dz، وعندنا بالنسبة للموقع أو فضاء الأولياء https://aulia.education.gov.dz. عادة في الدقائق الأولى للإعلان عن نتائج هذا النوع من الامتحانات يكون الضغط كبير على هذين الموقعين. ما هي الإجراءات أو الترتيبات التي اتخذت من أجل السماح بالإطلاع على النتائج منذ الدقائق الأولى بكل سلاسة وفي كل ولايات الوطن؟ هي السلاسة موجودة يعني، ولكن الموقع كما أنت هكي سبقتيني يعني تكلمتي على الضغط الكبير التعلمي، وأنه إذا كان عندنا مترشح واحد ربما كان 10 اللي يعني يحاولوا باش يدخلوا الموقع باش يعرفوا النتيجة. لذلك احنا واش يعني ننصحوا في هذه اللحظة أنه يتوجهوا مباشرة للمؤسسة التربوية، وهنا يكون إن شاء الله عرس وفرح للناجحين والناجحات، وإن شاء الله الصبر للناس اللي ما نجحوش، وفي السنة المقبلة إن شاء الله يكونوا منها، لأنه يعني إجراءات الإعادة وإجراءات التكفل المدرسي يعني ضامنة ومكفولة، يكفلها الدستور ويكفلها القانون وتكفلها يعني كل القوانين تاعنا راهي تكفل هذا الشيء هذا. جيد. كإطار بوزارة التربية الوطنية كبيداغوجة أيضا، بماذا تنصح التلميذ والأولياء في هذه الدقائق الأخيرة قبل صدور النتيجة؟ أول ما الذي أنصح به هو يعني عدم القلق زيادة، يعني لأنه أنا أعلم وأعرف وكنت وأنا ولي أيضا، ويعني القلق هو مشروع، ولكن علينا يعني هذا ليس امتحان يعني نهاية الأخر، راح من بعد نتكلم على الانتقال اللي يحسب فيه المعدل السنوي، والتلميذ المثابر واللي جاب معدل يعني جيد خلال السنة الدراسية راح يعني إذا حتى وإذا ما تحصلش على المعدل 9، نذكر على المعدل 9.5، لأنه النجاح هو 9.5 من 20، اللي تحصل كل مترشح تحصل على معدل 9.50 راح إن شاء الله يعتبر ناجح في هذه الشهر. إذا سمحتي لي برك أنا فقط راح حبيت نتكلم على إحنا عندنا نعم النجاح هو 60.97، ولكن أيضا عندنا النجاح ما نسميه بالنجاح النوعي، بنجاح بتقدير، حيث بلغ عدد الناجحين بتقدير 213,027 ناجح بنسبة 44.68، يعني تقريبا رانا 45% تحصلوا على نتائج وملاحظات جيدة. تقسم هذه التقديرات تقدير امتياز تحصلوا 4810، تحصلوا على امتياز يعني المعدل نتاعهم من 18 و20، هذو النسبة نتاعهم تمثل يعني هذو ممتازين 2.26، الناجحين أكثر من معدل 16/20. امتياز هو الامتياز هو من 18 ل 20. جيد. هذه نسبة معتبرة إذا. نسبة معتبرة، هذو اللي تحصلوا أكثر يعني 18 فما فوق. تقدير جيد جدا، تحصلوا 34782 يعني بنسبة 16.33%، وهذو اللي تحصلوا على معدل محصور بين 16 و17.99. ثم تقدير جيد، تقدير جيد هذو 68312 بنسبة 32.07%، هذو اللي تحصلوا على معدل بين 14 و15.99، ويبقى يعني العدد معتبر في تقدير قريب من الجيد
واللي هو 105,123 بنسبة 49.35%، وهذو اللي تحصلوا على معدل محصور بين 12 و 13.99. يعني ويبقى الباقي الآخرين ناجحين ب نذكر أن كل من تحصل على معدل 9.50 يعتبر ناجح، يعتبر في شهادة التعليم المتوسط. شهادة التعليم المتوسط. بالنسبة فقط نتكلم على بالنسبة للعدد أو بالنسبة للانتقال، بلغ عدد المنتقلين يعني من 788 و703، عدد الناجحين هو 513,683 بنسبة مئوية 65%. يعني عندنا تقريبا ثلثي المترشحين والله التلاميذ ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي. وطرق الانتقال باحتساب المعدل السنوي، معدل السنوي مضاف إليه معدل الشهادة مقسوم على 2. هذا هو. ونذكر دائما أن النتائج ستعلن في حدود الثالثة، وهذه الأرقام الأخيرة حسب آخر بيان صدر من طرف وزارة التربية الوطنية. نعم، هذه هي الأرقام الأخيرة وهي الأرقام الرسمية والحقيقية، يعني هذه هي الأرقام اللي موجودة، وإن شاء الله ربي يفرح كل إن شاء الله التوفيق يا رب التوفيق للجميع. ونزيد نذكر وأنه حتى إذا كان واحد ما نجحش هذه المرة ولا ما انتقلش، هناك فرص عديدة ومتعددة، وستكون هذه ما هي إلا كبوة فارس، وإن شاء الله راح ينطلق في المستقبل. وهناك يعني بالتجربة أنه الكثير اللي ممكن أحيانا يفشل، ولكن هو الذي يصنع من الفشل يصنع النجاح. هذا هو الإنسان الناجح في حياته، هو الإنسان الذي يدرس الفشل إذا كان كاين هناك فشل وينطلق إلى إن شاء الله النجاح. دائما مع قراءة هذه النسبة وطنيا 60.97% سيد محمودي، هل تعكس هذه النسبة السير الحسن للسنة الدراسية لهذا الموسم الدراسي، وأيضا التنظيم المحكم لهذه الشهادة عبر كل مراكز الامتحان في كل ولايات الوطن؟ نعم، كما سبق لي وأن قلت، نحن راضون بهذه النتيجة نظرا للظروف التي عاشتها هذه الدفعة. جيد. وهي ظروف يعني استثنائية بامتياز. ابقى معي سيد محمودي، سنعود للمواصلة بعد قليل مباشرة. الآن مشاهدينا إلى استوديو الأخبار، أهلا بكم من جديد. العودة إذن إلى بلاتو الظهيرة. نهنئ مشاهدينا كل المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط لدورة 2023، حيث يمكن لجميع الممتحنين الاطلاع على نتائجهم ضمن موقع الوزارة وموقع أولياء التلاميذ، وأيضا مباشرة في المؤسسات التربوية. النتائج أعلنت رسميا في حدود الثالثة. أرحب مجددا بضيفي في البلاتو السيد عبد محمودي، مدير الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية. تابعنا منذ قليل إذن في نشرة الأخبار أجواء الفرحة عبر بعض ولايات الوطن، وأكيد هي نفس الأجواء في كل المؤسسات التربوية. هذا النجاح هو ثمرة نجاح السنة الدراسية. شكرا، إنه فرح الجميع، وهذه السنة التي اتسمت بالهدوء والطمأنينة رغم العودة إلى كما أسلفت سابقا إلى النظام العادي للتدريس، إلا أنها كانت سنة يعني هادئة بامتياز. وبعد التعب وبعد الكل، ها هو النجاح وها هو الحصاد، وما رأيناه حاليا عبر ولايات الوطن لا دليل على هذا الفرح. فرح الأولياء، فرح الأبناء، فرح العائلات، ونحن في وزارة التربية دائما نريد أن نفرح الجميع ونفرح الجزائريين في هكذا مناسبات. الصور التي شاهدناها من أجواء الفرحة هي ثمرة جهود التلميذ، أولياء التلميذ، وأيضا الأطر التربوية التي ضمنت الوصول إلى هكذا أجواء مفرحة. شكرا سيدتي. أولا نحن نثمن من هذا المنبر، نثمن مجهودات الجميع، نثمن مجهودات الأساتذة، نثمن مجهودات المفتشين الذين عملوا طيلة السنة الدراسية وضحوا بأوقاتهم
أوقات راحتهم نعم. لدعم التلاميذ ولإعطائهم كل الفرص فرص النجاح. سيد عبا، وللمزيد من الصور دعنا نربط الاتصال الآن مع سليم هواري مباشرة من ولاية وهران، والذي يرصد لنا أجواء الفرحة بالمؤسسة التربوية حيث هو متواجد من هناك. سليم، أهلا بك، كيف هي الأجواء لديك؟ تحية لك زميلتي فايزة. أجواء أقل ما يقال عنها أنها رائعة، فرحة ممزوجة بفرحة تلاميذ بتحقيقهم لشهادة التعليم المتوسط، وكذا أوليائهم أيضا هنا بمدينة وهران وتحديدا بمتوسطة شعيبي بومدين. إذن معي جانب من التلاميذ الذين حققوا الشهادة. مبروك عليك. شكرا صحيح، أنا فرحانة بزاف، الحمد لله ديتها وفرحت والديا، الحمد لله بزاف. أنا فرحانة النجاح إن شاء الله يخليك باش تزيدي النجاحات أخرى في المسار إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا الحمد لله فرحت والديا، فرحت أساتذة تاوعي، فرحت الأساتذة تاوعي، فرحت المتوسطة تاوعي وشرفتهم. معي إذا أيضا والد التلميذة. السلام عليكم. لا صافي بليزير، انا فرحتنا فرحنا بزاف والله، صافي بليزير، ونتمنى لها النجاح في باقي المشوار نتاعها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. معي ايضا والدتي. كيف نشكر جميع الاساتذه ونشكر على راسهم المدير وكل عمال المتوسطه شعيبي بومدين على المجهود اللي بذلوه مع التلاميذ. كان عندي راسي مليء بالعمل، مليء بالمثابره من اجل هذا. هذا شيء مفروغ منه. ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معي ايضا سيده والده تلميذ حقق هذه الشهاده، كيفاش عشتي هذه الفرحه؟ كنا ننتظر هذه الفرحه بكل سرور، نحن فرحانين كثير كثير، وأشكر كل أشكر جزيل الشكر كل طاقم التربوي والإداري، وخاصة السيد المدير الذي سيحال على سيحال على التقاعد. إذن هذا العمل والعمل تاع موسم دراسي طويل، موسم دراسي طويل وناجح إن شاء الله، وأتمنى كل النجاح لأولادنا ولأبنائنا إن شاء الله. إذن كانت هذه أبرز التفاصيل والمعطيات الخاصة بإعلان النتائج هنا على متوسطة شعيبي بومدين، والأجواء كما سبق وأن قلنا أجواء تتحدث عن نفسها. بالفعل الزميل سليم هواري، هذه الصور تعكس الفرحة بهذا اليوم، يوم الإعلان عن هذه النتائج التي كانت لطالما هي منتظرة من طرف التلاميذ ومن طرف أوليائهم وأيضا من طرف الأسرة التربوية. سليم هواري كنت معنا إذا من متوسطة شعيبي بومدين من ولاية وهران، شكرا جزيلا لك. سيد محمودي، ما هو تعليقك وأنت تشاهد هذه الصور معنا؟ والله لقد غمرتنا الفرحة، يعني فرحة الأولياء وفرحة الأبناء، وهذا الفرح هو يعني لم يأتي هكذا، وإنما نتيجة لمجهودات جبارة ومضنية، وهناك من سهر الليالي سواء من الأطقم البيداغوجية أو الأطقم الإدارية، من الذين يسهرون على هذا القطاع، وعلى رأسهم السيد وزير التربية الوطنية الذي أعطى كل وقته لهذا القطاع، وخاصة في هذه السنة التي لم نتوقع تماما أن تكون ناجحة بهذا المستوى من نجاح، سواء من حيث الهدوء أو من حيث نتائج. وإن شاء الله ننتظر نتائج أحسن في شهادة البكالوريا، وتكون الفرحة أعم وأكبر في بعد نتائج البكالوريا إن شاء الله. نذكر دائما بنسبة النجاح الوطنية التي بلغت 60.97%، قلتم منذ قليل أنه حتى هذه النسبة تعكس نجاح الموسم الدراسي. نعم، هذه النسبة هي نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط، وهؤلاء التلاميذ كلهم ينتقلون إلى السنة الأولى ثانوي. نعم. ثانوي، وهناك مجموعة يعني النسبة هي نسبة الانتقال للسنة الأولى ثانوي كما أسلفت سابقا هي 65.13%. إذن هذا نذكر أن كل من تحصل على علامة 9
9.5% يعتبر ناجح في شهادة التعليم المتوسط. ومعدل الانتقال تفضل. معدل الانتقال بالنسبة عندنا عدد المنتقلين هي 513,683، أما نسبة الانتقال فهي 65.13، يعني ما يقارب ثلثي المترشحين هم إن شاء الله في السنة انتقلوا من الطور المتوسط إلى الطور الثانوي. وكما سبق لي وأن قلت وأن هذه العملية هي تقييم لمكتسبات لمرحلة، وهذه المرحلة كما أسلفت أيضا لها يعني خصوصيتها من ظروف الاستثنائية. نعم. التي مروا بها. ومباشرة الآن الوجهة إلى قسنطينة، معنا من هناك زكريا تهامي. زكريا، أكيد أنه نفس أجواء الفرحة لديك، صف لنا هذه الأجواء وحبذا لو نستمع إلى انطباعات المتفوقين وأوليائهم أيضا. نعم، وهو كذلك إذن زميلتي فايزة، أجواء ربما أصفها بالخيالية، هي فرحة لا توصف، فرحة يعني فرحة نتيجة الاجتهاد الذي عاشه هؤلاء التلاميذ طيلة السنة هم وأوليائهم. إذن فرحة منقطعة النظير نعيشها هنا بمتوسطة خديجة أم المؤمنين مع من تفوقوا في شهادة التعليم المتوسط. ولرصد الفرحة أنتقل معكم إلى هذه التلميذة التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بدرجة امتياز. إذن نرى على وجهك دموع الفرحة، صفي لنا شعورك. أشعر بسعادة غامرة لأنني حصلت على شهادة التعليم المتوسط بعد اجتهاد ودعم من طرف الأساتذة وكافة العائلة وبفضل الله تعالى أولا، وثم اجتهادي ومثابرتي طيلة السنة الدراسية. نعم، بالتوفيق إن شاء الله لك في مسارك الدراسي. معنا والدها، من دون شك تغمركم هذه الدموع على وهي دموع الفرحة. كيف هو شعوركم اليوم بعد هذا التتويج؟ نظن أن فرحة الأب أو الأم هي بمثل هذه الفرحات. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا وقبل كل شيء الحمد والشكر لله رب العالمين، هذا راه توفيق من ربي سبحانه وتعالى. وثانيا نتقدم بالشكر إلى كل الطاقم التربوي والبيداغوجي والإداري لمتوسطة خديجة اللي تعبوا مع وليداتنا، والفضل بعد ربي سبحانه يعود لهم في تحقيق هذه النتيجة. ونقول لوليداتنا اللي ما وفقهمش ربي في هذا العام، قول لهم ما تيأسوش، موعدنا معكم العام الجاي في هذا الوقت إن شاء الله، نفرحوا معكم وربي إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله. شكرا لك. إذن فرحة أخرى لهذا التلميذ الذي تحصل على شهادة التعليم المتوسط، صف لنا شعورك. الحمد لله، نشكر العائلة تاعي، نشكر الله أول شيء ثم العائلة تاعي والأساتذة اللي وقفوا معايا من بداية العام. كنت حاب نديك موعد الكسرة لهك، بصح الحمد لله، الحمد لله لك. كان لا الله إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله نجحت أخرى في شهادة البكالوريا. يعني معنا الأم، يعني كيف عشتم هذه النتيجة، نتيجة تعليم المتوسط؟ والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله، ربي يحفظ لنا العقبة للباك إن شاء الله يا ربي، فرحة على الباك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذن هي أجواء الفرحة هنا بقسنطينة على غرار باقي الولايات وعلى غرار باقي المتوسطات، فرحة عاشها هؤلاء التلاميذ هم وأوليائهم، وهي ربما إكليل أو تتويج للمثابرة والاجتهاد طيلة السنة. وعودة لك زميلتي فايزة إلى البلاطو. شكرا جزيلا لك زكريا تهامي من قسنطينة. إذن أجواء الفرحة بمناسبة هذا النجاح، دائما نجدد التهاني والتبريكات لكل المتفوقين في هذه الشهادة. سيد محمودي 60.97% نسبة النجاح الوطنية، حوالي 44% من الناجحين تحصلوا على تقدير في هذه الشهادة. شكرا. هي 44.68، يعني تقريبا 45% بالتدقيق، نجم يعني بالتقريب نقولوا نصف الناجحين نصفهم تحصل على تقدير، وهذا ما نسميه نحن بالنجاح النوعي. منهم 4810 تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط بتقدير ممتاز، واللي مثلوا نسبة 2.26%. بالنسبة للتقدير جيد جدا 34782، نذكر باللي جيد جدا يعني تحصلوا على معدل محصور بين 16 و 17.99. وبالنسبة للامتياز
يعني من 18 الى غايه 20 لغايه 20. قلت بالنسبه للجيد جدا هو 34782 بنسبة 116.33 من مجموع الناجحين بتقدير بطبيعة الحال. تقدير جيد هو 68312 بنسبة 32.07%. تقدير قريب من الجيد هو 105123 يعني بنسبة 49 تقريبا 50%. هذا من مجموع الناجحين بتقدير. جميل جدا. دائما عندما يتعرف التلميذ على النتيجة نلاحظ أن الولي يكون السباق من أجل طبعا معرفة النتيجة، وتكون فرحة الأولياء في أغلب الأحيان تضاهي بل تفوق حتى فرحة المترشح. كيف أيضا تنظرون إلى هذه الظاهرة في قراءة إلى الصور التي نتابعها مباشرة حول عملية الإعلان عن النتائج؟ الولي والأولياء هم شركاؤنا، هم شركاؤنا في الحدث وشركاؤنا في النجاح وشركاؤنا في تحضير هؤلاء التلاميذ، لأنه التلاميذ يقضي وقت في المدرسة للتعليم ويقضي أيضا وقت آخر في المنزل وبمرافقة الأولياء. المرافقة تاع الأولياء لها دور كبير وكبير جدا، ونحن نثمنها، وكل أعمالنا دائما تكون بالتشاور والتشارك مع أقوى شريك لنا وهو أولياء وهم أولياء التلاميذ. وكل المؤسسات المدرسية مزودة بجمعيات أولياء التلاميذ، والأولياء يسهرون مع طبيعة الحال هناك مع الأساتذة مع الطاقم الإداري على النقاشات حول بعض المشاكل وبعض خاصة البيداغوجية التي يتعرض لها بعض التلاميذ. إذن نحن المرآة التي تعكس لنا الصورة هي الولي وهم الأولياء، خاصة في هذه المرحلة، لأنه تعرفوا وأنه هذه المرحلة هذا السن، لأنه إحنا السن النظري نتاعنا بالنسبة للتعليم المتوسط وهو يعني 14 سنة وممكن تمشي حتى 16 سنة، لأنه إجباري التعليم تتكلم حتى 16 سنة. إذن هذا السن هو سن مراهقة وهو سن صعب. إذن دور الأولياء هو دور هام وهام جدا. نعم، والوجهة الآن إلى ولاية بشار، معنا من هناك دنيا نوالي. دنيا، كيف هي الأجواء عندك بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط؟ صحيح صحيح، هذه الساعات الأولى منذ إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة وهذه السنة. أوافيكم الآن من متوسطة خالد بن الوليد، حيث تعم أجواء الفرحة والغبطة والسرور مثل كل أنحاء الوطن. ويحضر معي السيد صديقي مدير التربية بالنيابة ليحدثنا أكثر عن النتائج المشرفة التي أحاطت بها ولايتنا ولاية بشار الآن في عجالة. سيد السلام عليكم. كما شاهدتم اليوم 25 جوان 2023، وعلى الساعة الثالثة تم الإعلان عن النتائج الأولية عن نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني لامتحانات المسابقات بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين وكذلك الأحرار، وبالنسبة للموقع الأولياء بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين. وفي هذه المناسبة أتمنى أن تتقدم مديرية التربية بتهانيها الحارة بالنسبة للتلاميذ الناجحين، كما تتقدم بالشكر الجزيل بجميع الأسرة التربوية وكذلك لجميع المساهمين في هذه الامتحانات لدورة جوان 2023. نعم، شكرا لك سيدي حول كل هذه التوضيحات. أجواء غبطة، نبارك لكل الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط. زميلتي عودة لك وأتركك مع هذه الصور الآن.
إذن شغف كبير للإطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط أمام كل متوسطيات الوطن التي تعيش في هذه الأثناء اللحظات الأولى للإعلان عن نتائج دورة 2023. سيد عبا المتحصل على علامة 9.50% في هذه الشهادة يعتبر ناجحا. يعتبر ناجحا وهو من الآن في السنة الأولى ثانوي. جيد. يعني سينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. نتوجه إلى ربما من لم يسعفهم الحظ اليوم في الحصول على هذه الشهادة. اليوم أكيد هو يوم الناجحين، ولكن حبذا لو نتذكر أبنائنا الذين لم يسعفهم الحظ، كيف نتصرف معهم؟ كلمة لهم للأولياء سيدي. أولا كما ذكرت وأنه هذا يوم فرح. نعم. ولكن نحن كلهم أبناؤنا. جيد. والناجح ابننا وغير الناجح ابننا، ولكن إن شاء الله سيفرح في يوم قريب إن شاء الله. هذا من وعلى الأولياء أن يأخذوا بأيدي أبنائهم في هذه الظروف، وليس معناه عدم النجاح أو عدم الانتقال يعني يعتبر نقصا أو في الذكاء أو في العقل أو إلى آخر، وإنما هي كبوة حصان، ولكل يعني من يريد النجاح في هذه الحياة عليه أن يدرس أسباب الفشل، وإن شاء الله يعني هذه محطة من المحطات وسينجحون إن شاء الله في السنوات المقبلة وبمعدلات مشرفة لهم ولأبناء ولأوليائهم. ولذلك يعني أنا كلمتي للأولياء ودائما نقولها أنه نقص عليهم أن ينقصوا من الضغط على الأبناء، وخاصة في هذه الفترة الحساسة والحساسة جدا، فأنا أعلم أنهم أبناؤهم فلذات أكبادهم، ومن لا يريد النجاح لابنه أو بنت ابنته، ولكن ظروف الحياة هكذا، علينا أن نستقرئ كل النقاط القوية في هذا التلميذ ونعطي له دفعا، وإن شاء الله في السنة المقبلة سيجدون أنفسهم هم الأوائل في الفرح والنجاح إن شاء الله. ونحن دائما نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. سيد محمودي، نذكر بطريقة الانتقال أيضا إلى الطور الثانوي بالنسبة لجميع التلاميذ. نسبة الانتقال كما قلتم منذ قليل بلغت أكثر من 65%. نعم، هي نسبة الانتقال هي 65.13%، يعني عندنا تقريبا 5% هي يعني اللي راح تنجح بالانتقال، يعني لم ينجحوا في لذلك يعني هذه النسبة يعني نسبة معتبرة، يعني تقريبا 5%. نذكر بكيفية حساب أيضا معدل الانتقال. معدل الانتقال يحسب بشهادة معدل شهادة التعليم المتوسط زائد معدل السنوي مقسوم على 2، يعني معدل المعدلين، معدل الشهادة ومعدل المعدل السنوي الذي تحصل عليه التلميذ خلال السنة الدراسية. دائما في قراءة للبيان. وفي كلمة أخيرة أيضا سيد محمودي، كلمة ختامية حول إعلان النتائج وحول هذه الأرقام التي نستعرضها منذ بدء هذا اللقاء. أولا بالنسبة للأرقام، فهي نحن بالنسبة إلينا في وزارة التربية الوطنية كما قلت سابقا هي أرقام مرضية ومرضية جدا، وإن شاء الله يعني ننتظر أرقام أحسن إن شاء الله في شهادة البكالوريا. ونجدد دائما التهاني لكل الفائزين. نجدد التهاني لكل الفائزين. ويعني إذا سمحتي لي كلمة ختامية، أنا أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل التلاميذ الذين ثابروا طوال السنة الدراسية، ولأوليائهم الذين رافقوهم طوال السنة أيضا، وللطاقم الإداري والطاقم البيداغوجي على مستوى المؤسسات التربوية، وأيضا لكل الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس، ويعني كل القطاعات ساهمت في إنجاح هذا العرس. ونحن نشكركم أيضا سيد عبد المحمود على هذه المرافقة الإعلامية لهذه اللحظات، لحظات الإعلان عن النتائج في حتى قبل صدورها. شكرا لكم على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل، وتهانينا أيضا لكل الناجحين.
باختصار كما لا انسى ايضا ان يعني دوركم الكبير كاعلام وللمؤسسه العموميه للتلفزيون التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والتبجيل. شكرا لك. انتم مدير الدراسات الاحصائيه والتقييم والاستشراف بوزاره التربيه الوطنيه. شكرا لك. مشاهدينا نهنئ اذا مجددا كل الناجحين في شهاده التعليم المتوسط. والى موضوع آخر الآن، إلى البقاع المقدسة، حيث تستعد بعثة الحج الجزائرية لاستلام الخيم التي سينتقل فيها حجاجنا الميامين بكل من صعيد عرفات ومشعر منن إطلالة على آخر هذه الاستعدادات مع موفد التلفزيون الجزائري إلى مكة المكرمة أحمد خير الدين في هذه النافذة. أحمد خير الدين، ضعني في صورة آخر هذه الترتيبات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من شاشة التلفزيون الجزائري، نتواصل معكم لتغطية موسم الحج من هنا من جبل عرفات ومتابعة لآخر التحضيرات المتعلقة باستلام الخيم استعدادا لاستقبال حجاجنا الميامين. نتواصل معكم في تغطية هذا الحدث، حج عام 1444. للحديث عن التحضيرات وعن الاستعدادات تحسبا لوصول حجاجنا الميامين إلى جبل عرفات، نسعد بأن يكون معنا على شاشة التلفزيون الجزائري المدني بوستة نائب رئيس مركز مكة المكرمة المكلف بالخدمة الميدانية. مرحبا بكم معنا أستاذ مدني، نريد أن تطلعنا على آخر الاستعدادات والتحضيرات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن هنا في جبل عرفات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحضيرات في الحقيقة لهذا الحدث العظيم اللي هو أيام المشاعر، أيام التشريق وعرفة تحديدا، بدأ منذ حوالي 20 يوما، حيث التقينا مع الجانب الآخر اللي هم السادة المطوفين والمطوفين، وطلبنا منهم الشروع في العمل من أجل التحضير اللازم للمخيمات حتى تكون في المستوى المقبول، وأيضا طلبنا منهم أن نعرف مدى صلاحياتهم في المخيمات، لأنه أحيانا قد تكون لهم مهام إشرافية وأحيانا تكون لهم مهام تنفيذية، ونحن يهمنا أن تكون لهم المهام التنفيذية والمهام التشريفية. فاتفقنا معهم على عدة نقاط، ثم بعد ذلك درسنا في إطار تحضير المشاعر إمكانية نقل بعض المرضى وبعض العجزة مباشرة من عرفات إلى مكة حتى يكونوا في راحة، وذلك تطبيقا للفتوى التي أعلن عنها وفد الديني المكلف بالفتوى. ودرسنا أيضا موضوع الإعاشة حتى تكون الإعاشة في مكة لهؤلاء الذين سيأتون مباشرة إلى مكة، وأيضا الإعاشة على مستوى المخيمات. درسنا هذا الموضوع ولكن لأسباب تقنية خارجة عن نطاقنا تتعلق بالنقل، إن شاء الله توصلنا إلى أن نأخذ كل الحجاج من عرفات إلى منى، وثم بعد ذلك يمكن نقل جماعات أو فرادى إلى مكة المكرمة من أجل التخفيف على المرضى وعلى العجزة. ولا يخفى أن الفتوى يعني الإنسان الذي لا يجد له مكانا في عرفات ولا في منن، أو المريض أو حتى الممرض، أي الذي يرافق المريض ويساعده في التطبيب وما إلى ذلك، حكمه الشرعي هو حكم الممرض، هو حكم المريض، وبالتالي فإنه يسقط عليه مسألة الوجوب أو وجوب البقاء في منن، فيكتفي بأن يوكل أي شخص يرمي مكانه سواء المرافق أو المريض. في هذه السنة أيضا في إطار التحضير للمشاعر، ونظرا لما شاء الله العدد يعني المرتفع، جندنا عددا كبيرا من الشباب ومن القادرين على التطوع في إطار تفعيل إن صح التعبير عمل المجتمع المدني، وسجلنا على مستوى كل مكاتب عدد هائل من المقبلين على التطوع، وسنميزهم بشارات خاصة بهم ليرافقوا أفراد البعثة سواء في مجال التعاون على المرضى والعجزة، أو في مجال تقديم الأكل على مستوى المخيمات أي الإعاشة، أو في مجال المداومة، وفي مجال كل الخدمات. طبعا
رؤساء الوفود ورؤساء الفروع وكذلك رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، ستكون لهم المسؤولية الكاملة للإشراف على عمل البعثة وعلى عمل هؤلاء المتطوعين ليكون عملا واحدا منسجما. هذه بعض التحضيرات أو أهمها على الأقل اللي رانا شرعنا فيها خاصة بهذا اليوم أو خاصة بأيام المشاعر بأيام عرفات ومن قلت منذ حوالي 20 أو 15 يوم. نعم أستاذ مدني، اليوم نلاحظ أنه فيه عملية استلام لهذه الخيم واستعدادات للمجيء بحجاجنا الميامين هنا إلى جبل عرفات وأيضا في ميناء. نريد أن تعطينا نسبة استلام هذه الخيم وأيضا كيفية مرافقة حجاجنا الميامين من مكة المكرمة إلى المشاعر. بالنسبة للاستلام اليوم الحقيقة سبقت زيارات حتى نستبق الأحداث ولا نتفاجأ بآخر لحظة. زرنا عدة مرات مشاعر في عرفات وفي ميناء ورافقنا المقاولين اللي راهم معنيين بتحضير هذه الخيم وبكل الأمور المتعلقة بالتجهيزات. نعم. واليوم إن شاء الله أتينا للاستلام. نعم. يعني كنا سجلنا قبل في زيارات سابقة بعض الملاحظات وبعض التحفظات أو سجلنا بعض الاختلالات وتواصلنا مع كل الجهات المعنية بما فيها المطوفين، واليوم إن شاء الله أتينا لنستلم كل شيء. نعم. نستلم المخيمات في عرفات وفي ميناء. اليوم جئنا بكل الوفد سواء الإخوة اللي راهم مسؤولي وفد الحماية والإرشاد وكذلك مسؤولي وفد الطبي ومسؤولي كذلك الوفد الديني وكذلك السادة المرشدين وكل المعنيين بالإسكان كامل اليوم جبناهم باش نأخذ إن شاء الله الاستلام الكامل في عرفات وفي ميناء بحضور المطوفين. فأيضا علينا والآن سنميز بين المخيمات الخاصة بالنساء والمخيمات الخاصة بالرجال، ولا يخفى أن موضوع التنظيم الداخلي مهم أعطيناه عناية كبيرة المتعلق بالبحث عن التائهين في حالة وجود تائه لا قدر الله أخذت بعين الاعتبار، وكذلك موضوع المداومة على الأبواب حتى لا يكون هناك دخول يعني من ناس آخرين غرباء على المخيم، وكذلك من ناحية الجانب الديني خاصة خطبة عرفات، وكذلك فيه برنامج يومي للدروس والأذان والصلوات الخمس سيقوم به السادة الأئمة المرشدون على مستوى الخيم. اليوم إن شاء الله في كل مكتب سواء في عرفات أو في ميناء احنا عندنا مكاتب الوكالات من 117 حتى 123 والمكاتب الخاصة بالديوان من 124 إلى غاية 131. اليوم نميز كل الخيم اللي خاصة بالنساء وخاصة بالرجال حتى نضمن التغطية الكاملة في كل خيمة يكون خطيب، وهذا الخطيب يقدم الخطبة عرفة كما تعلمون اللي هي خطبة موحدة. نعم. اللي نسمعوها في أي مكتب هي نفسها. نعم. فيكون إن شاء الله التحديد على هذا الأساس وإن شاء الله تتم الصلاة كما هو العادة في عرفات تحت إشراف معالي الوزير اللي راح يكون حاضر معنا طيلة أيام عرفات ومنى. شكرا جزيلا لكم السيد المدني بوستا نائب رئيس مركز مكة المكرمة المكلف بالخدمة الميدانية على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتك معنا على شاشة التلفزيون الجزائري. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا نائب رئيس مركز مكة المكرمة المكلف بالخدمة الميدانية والذي تحدث معنا تحدث إلينا عن جاهزية مخيمات عرفات وأيضا مخيمات من الاستقبال ضيوف الرحمن حجاجنا الميامين. شكرا لكم أنتم على كرم وطيب متابعتكم لنا ودمتم بألف خير. أحمد خير الدين من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. إلى قصر المعارض الآن الصنوبر البحري حيث ننقل لكم أجواء آخر سويعات فعاليات الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. التظاهرة كانت فرصة لعرض القدرات التنافسية للمنتوج الوطني ولتفعيل علاقات الشراكة والتعاون في كل القطاعات. الأجواء ننقلها لكم بعد قليل. أمر الآن معكم مشاهدينا إلى ملف آخر. سنتحدث عن تحضيرات وزارة التجارة التي وضعت مصالحها جملة من الآليات والتدابير تحسبا لعيد الأضحى المبارك. قبل ذلك نعود إلى قصر المعارض حيث تلتحق بنا على المباشر ياسينيا حسيني. ياسينيا أهلا بك، أكيد الفضاء كان مفتوحا طيلة أيام أمام العارضين وأمام أيضا عقد العديد من اتفاقيات الشراكة، هل من بوادر عن نتائج هذه التظاهرة الاقتصادية؟
نعم في آخر أو في اليوم الأخير للطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي، إذا لاحظنا محادثات قيمة وواعدة لعقد شراكات مختلفة وفي مختلف القطاعات وصناعات متعددة يعني ومنتوجات محلية كثيرة جدا استقطبت العديد من المؤسسات الأجنبية. كعينة من هذه المنتوجات الجزائرية يحضر معي في هذه الأمسية السيد عبيدات يونس مسير شركة ألعاب وتسلية. إذا هذه الشركة هي الأولى من نوعها ومنتوج جزائري 100%. سيد عبيدات، لو تعرفنا على هذه الشركة وتعرفنا بما قدمه لكم هذا المعرض كمشاركة أولية لكم فيه. السلام عليكم. هذه أول تجربة لنا في هذا المعرض، هي عبارة عن شركة مصغرة بدأت في 2022 أواخر 2022. يعني هي مختصة في الألعاب والتسلية اللي طوبوغون اللي طومبولين. وهذا المعرض يعني خلانا يعني بعد الندوة هذه اللي سويناها يوم الخميس كان في لقاءات عديدة مع الدول الأجنبية، مما يعني فتح لنا الباب لعرض. الحمد لله كان استقطاب من الدول الإفريقية، وإن شاء الله في آخر يعني فيها تعاقدات إن شاء الله بعد هذا المعرض إن شاء الله. ربما ما هي الدول التي يعني استقطبتموها من خلال هذا المعرض، خاصة في ظل اللقاءات البي تو بي لعقد شراكات مع الدول الإفريقية وحتى الدول الأجنبية، وما رأيهم في المنتوج بحد ذاته؟ كان في يعني في تقبل هذا المنتوج هذا، وأغلبه مع السفير الأوغندي والمالي اللي كان في يعني كان وعدنا باش نكون في اتفاقيات ان شاء الله بعد هذا المعرض ان شاء الله، وخصوصا بعد ما الوزير التجاره الغى الضرائب الجمركيه بين الدول الافريقيه ان شاء الله، حيكون فيها تعامل كثير ان شاء الله، ونتخطاو السوق المحلي وننتجوا السوق الافريقي ان شاء الله. يعني هذا هو الهدف طبعا. شكرا لكم. هذا أكيد في ظل المميزات وما يقدمه قانون الاستثمار الجديد. هذا نموذج عن المنتجات الجزائرية المحلية الصنع التي لاقت استحسان ولاقت استقطاب العديد من الشركات الأجنبية، خاصة وأن الجزائر اليوم تعول وتضع رهانا كبيرا على رفع من حجم الصادرات خارج المحروقات من خلال هكذا منتوجات. إذن هذا ما لدينا، شكرا لكم والعودة إليكم. ياسين يا حسيني، كنت معنا إذن من قصر المعارض حيث فعاليات الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي وهو في يومه الأخير. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إلى ملفنا الموالي، إذن وضعت مصالح وزارة التجارة جملة من الآليات والتدابير تحسبا لعيد الأضحى المبارك لضمان وفرة المنتجات الغذائية كثيرة الطلب في هذه الفترة، وتقوم حاليا بحملات تحسيسية بغرض حث التجار على ضرورة الالتزام ببرنامج المداومة. المزيد من التفاصيل مع ضيفي في الاستوديو، سعيدة جدا باستقبال السيد كمال بوخداش مدير فرعي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مساء الخير سيدي. مساء الخير سيدتي، وأشكركم على هذه الدعوة. إذن كما قلت قبل قليل، أيام قليلة عن حلول عيد الأضحى المبارك، ما هي بداية معالم برنامج المداومة المسطر وطنيا من أجل ضمان الالتزام به؟ أكيد في هذا الشأن، في إطار التمويل العادي للسوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والخدمات خلال عطلة أيام العيد الأضحى المبارك، وعملا بأحكام المادة 22 من القانون رقم 0408 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بتسطير برنامج المداومة الخاص بعيد الأضحى المبارك عبر 58 ولاية من الوطن، حيث تم تسخير من خلال هذا البرنامج أكثر من 52 ألف تاجر، بالتدقيق 52,325 تاجر لضمان هذه المداومة. هؤلاء التجار هم ملزمون بموجب هذا القانون اللي ذكرته بضمان بموازنة نشاطهم العادي خلال أيام العيد هذه،
وهذه التجار كاين الانشطه المعنيه بالمداومه هم المخبزات، محلات المواد الغذائيه والخضر. وفيما يخص مخبزات هناك تم تسخير 6463 مخبزه عبر كل الوطن. فيما يخص محلات المواد الغذائيه والخضر والفواكه اكثر من 28000 محل. وبالنسبه للتجار التجار الذين ينشطون في انشطه مختلفه 16408 تاجر. كما تم تسخير ايضا في الانشطه الصناعيه قطاع الانتاج، حيث تم تسخير 143 ملبنة، 288 مطحنة، و39 وحدة إنتاج المياه المعدنية. العدد الإجمالي هو 52325 تاجر، بما فيهم القطاع الإنتاج والتوزيع. ولمتابعة هذه العملية والسهر على احترام ضمان هذه المداومة، تم تجنيد 2356 عون رقابة خلال ثلاث أيام من عيد الأضحى المبارك. وفي هذا السياق قامت مصالح وزارة التجارة عبر مديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات بنشر عبر الصفحات الرسمية تاعها في كل ولاية لإعلام المواطن بالتجار المعنيين بالمداومة من مخبزات ومواد غذائية، محلات مواد غذائية، لتمكن المواطن من التطلع على هذه الصفحات لمعرفة التجار المعنيين. وكما لوحظ في هذه المواسم هناك بعض التجار يقومون بموازنة نشاطهم دون أن يكونوا معنيين بهذه المداومة، وهذه احنا مبادرة حسنة لنا لضمان توفير السلع وكل ما يحتاجه المواطن خلال أيام العيد الأضحى المبارك. كيف يتم انتقاء التجار المعنيين بعملية المداومة؟ عفوا، كيف يتم انتقاء هؤلاء التجار؟ نحن نقوم قبل العيد، نعم، يتم تعيين هذو التجار ويتم إعلامهم بأنهم معنيين بالمداومة وهم ملزمين بالتقيد بهذه، هو إلزامية قانونية بموجب القانون اللي ذكرته. وعدم التقيد وعدم احترام المداومة يعرض التاجر إلى تحرير ضده محضر متابعة قضائية وكذلك طيب الغلق الإداري. سنفصل في نقطة المخالفات التي قد تترتب عن عدم الالتزام بعد قليل، ابقى معي فقط. الآن مشاهدينا تمام الرابعة بتوقيت الجزائر، نتابع هذه النشرة الإخبارية المفصلة. مستمرون معكم إلى تمام الخامسة. أرحب مجددا في البلاطو بالسيد كمال بوخداش مدير فرعي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. سيد بوخداش، كنا نتحدث عن الإجراءات التي تسبق عيد الأضحى المبارك لضمان المداومة، توقفنا عند نقطة أهم المخالفات التي يتعرض لها المخالفون لهذه الإجراءات. أكيد، هي قبل حلول العيد تقوم مصالحنا بعد تعيين التجار بعد تسخيرهم للمداومة بالعمل على تحسيسهم للتقيد باحترام هذه المداومة. وفي أيام العيد الأعوان يدخلوا عبر التراب الوطني للتأكد من مدى احترامهم للقيام بالمداومة هذه. وفي حالة أعوان الرقابة الذين هم مسخرين للعمل في خلال الأيام العيد الثلاث، هم يسهروا على مدى احترام ومتابعة المداومة، أي يدخلوا على مستوى التجار المعنيين
الى التجار المعنيين بالمداومة. وفي حالة عدم احترام المداومة يتم استدعاء التاجر وتحرير ضده محضر مخالفة عدم احترام عدم تقيد بإجراء المداومة، مما يترتب عليه متابعة قضائية واقتراح بالغلق المحل التجاري لمدة شهرين، إلا في الحالات، هناك حالات استثنائية، إذا كان هنا طارئ مبرر من عند التاجر يعفى من 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 هذه المخالفة. احنا يعني مقارنة بالعام الماضي العيد الفطر هناك تجاوب، احنا لاحظنا في كل مرة التزام، هناك تجاوب التجار والالتزام بنسبة مرتفعة لهذه المداومة. وككل في هذه المناسبات لاحظنا بلي هناك تجاوب كبير يفوق 99% في المناسبات هذه، والتاجر هو في اغلب الاحيان معظم التجار يحترمون هذه المداومة. قلتم منذ قليل انه هذه الايام مخصصه للتحسيس ولحث التجار على الالتزام، ما هي الطرق المعتمده لتحسيسهم؟ احنا نقوم بعد تعيين هذه التجار تقوم مصالح بتحسيسهم على احترام المداومه عبر التقرب اليهم. احنا كيعينوهم خلال تعيينهم ضمن هذا البرنامج تاع المداومه، تقوم مصالحنا الخارجيه اي المديريات الولائيه للتجاره وتنقيه الصادرات بتحسيس التجار على مزاوله نشاطهم لتوفير كل حاجيات المواطن خلال ايام العيد هذا الثلاث الاضحى المبارك. ما هي الجهات ايضا التي تنسقون معها خلال عمليات التحسيس؟ اكيد هناك تنسيق ايضا مع جمعيات حمايه المستهلك لترافقنا في هذه العمليات لتحسيس التاجر على 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 على, على, على احترام المداومه، وهو الهدف هو التموين العادي للسوق كالأيام الأخرى من الأسبوع، وتوفير كل حاجيات المواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك. إمكانيات كبيرة إذن تسخرها مصالح وزارة التجارة لضمان التموين بالمواد الأساسية. أكيد هي الإمكانيات بعد تسخير هذا التجار هذا، وكذلك تسخير أعوان الرقابة عبر كل الولايات، عبر 58 ولاية. قلت هناك ما يقارب 2356 عون رقابة هو مسخر للعمل خلال أيام العيد الثلاث هذه للسهر على لمراقبة مدى تقيد ومتابعة مدى تنفيذ لبرنامج المداومة. وهناك 52 ألف تاجر أو أكثر بقليل، أكثر 52,325 تاجر بالضبط. هناك في الأنشطة الأساسية هي أكيد التي يحتاجها المواطن لتلبية حاجياته، كل ما يتعلق الأنشطة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل المخبزات الخبز وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، وكذلك عدة نشاطات أخرى مختلفة. أكيد المواطن هو عنده عدة حاجيات خلال أيام هذا العيد. وكذلك سخرنا كما قلت سابقا قطاع الإنتاج كل ما يتعلق بالملبنات، مادة الحليب، المطحنة، مواد المطحنة، ووحدات إنتاج المياه المعدنية. المنتوجات أيضا يقتنيهم المواطن خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك. طيب سيد بوخداش، لو نتوجه الآن إلى المستهلك، إلى المواطن، هل كل هذه الإجراءات والتدابير كفيلة بضمان تموينه بهذه المواد الأساسية خلال أيام العيد؟ أكيد ككل سنة وككل في هذه المناسبات تقوم وزارة التجارة هو في إطار تطبيق القانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فعلى التجار هم ملزمون باحترام هذه المداومة
لتوفير كل حاجيات المستهلك خلال هذه الايام العيد الاضحى المبارك. وحنا نسهر على متابعه هذه على تنفيذ صارم لبرنامج هذه المداومه في هذه المناسبات كل عام. والمتابعه تكون طيله ايام العيد؟ اكيد خلال ثلاث ايام من ايام العيد الاضحى ان شاء الله. هناك متابعه وسيتم الاعلان خلال ايام العيد على نتائج على مدى احترام نسبه مدى احترام هذه المداومه ان شاء الله. ان شاء الله سوف كالعادة التجار سوف يلتزمون. تتوقعون نسبة عالية من الالتزام؟ أكيد هناك نسبة تكون معتبرة إن شاء الله في لاحترام المداومة إن شاء الله. نذكر في الأخير بالأنشطة الرئيسية، المخابز هي الأنشطة الرئيسية، هي المواد تتعلق الأنشطة الرئيسية تتعلق بتجارة المواد ذات الاستهلاك الواسع، كله يتعلق بالخبز، مادة الحليب، مواد غذائية عامة، الخضر والفواكه، كل ما هو مواد المطحنات وكل ما هو مواد المياه المعدنية. أكيد هذو منتوجات اللي يقتنيهم المواطن يوميا كباقي أيام الأسبوع. وفيها في هذه الايام الثلاث من عيد الاضحى يجب ان نوفر هذه المواد للمواد الاستهلاكيه للمواطن ان شاء الله. وبرنامج المداومه الخاص بعيد الاضحى ينطلق في اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك. يبدا من اليوم الاول، قلت بلي اعوان الرقابه هم مجندين ابتداء من اليوم الاول حتى اليوم الثالث. وهذا العام يا اخي هذا العام كان ثلاث ايام وهناك اكيد عطله نهايه الاسبوع طيب الاربعاء الخميس الجمعه والسبت. نطمئن المواطن ان شاء الله انه سيجد كل حاجياته ان شاء الله في خلال هالايام سيجد احنا نسهر على احترام المداومة لتوفير كل المنتوجات ذات الاستهلاك لا سيما المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع للمواطن خلال أيام عطلة العيد الأضحى المبارك إن شاء الله. كلمة في الأخير للتجار لحثهم على الالتزام. نقول للتجار هما عندهم إلزاميات، هو كتاجر عنده سجل تجاري عنده إلزاميات تنص عليها القانون، هو ملزم باحترامها. وإن شاء الله نوفر خلال أيام العيد المبارك كل منتوجات ذات الاستهلاك الواسع للمواطن إن شاء الله. أشكرك جزيلا السيد كمال بوخداش على كل هذه التفاصيل. أنتم مدير فرعي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل.
على ضوء أحياء الجزائر اليوم لليوم الوطني للسياحة، نفتح هذا الملف القطاع السياحي وبوادر تثمين الموارد السياحية الكبيرة لكل مناطق الوطن، آليات تشجيع الاستثمار السياحي، مرافقة المستثمرين بهدف تعزيز الحظيرة الفندقية بمنشآت تستجيب لمتطلبات السائح الأجنبي والجزائري في ظل التوجه نحو تشجيع السياحة الداخلية والارتقاء بالوجهة السياحية الوطنية. للإثراء والإفاضة سعيدة باستقبال السيدة لبنى جريبية مديرة فرعية لترقية السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. أهلا بك سيدتي. أشكرك على الاستضافة سيدتي. سيدتي، إذن اليوم الوطني للسياحة مناسبة لفتح هذا الملف للحديث عن الإمكانيات الكبيرة المسخرة لترقية السياحة في الجزائر. ضعينا بداية في صورة معالم الاستراتيجية الوطنية لبحث هذا القطاع. أولا أشكركم على الاستضافة وأحيي جميع المشاهدين من خلال هذا المنبر. أريد التذكير فقط بشعار اليوم الوطني للسياحة، وهو السياحة في قلب الجزائر المعاصرة. هذا يدل على استراتيجية التي ترمي إلى البناء لسياحة معاصرة، سياحة تتماشى ومتطلبات المجتمع ومتطلبات العالم ومتطلبات المقصد السياحي الجزائري بمنظور جديد، منظور شامل، باستراتيجية مبنية على أسس وقواعد صحيحة تتماشى ومتطلبات السوق الحالي. جيد. وهذه الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر اليوم من أجل النهوض بهذا القطاع، لأنه بالرغم من كل ما يحدث في العالم وبالرغم من الجهود التي قامت بها والخطى التي خطاها قطاع السياحة، إلا أن لا بد من تدارك بعض النقائص، ولا بد من وضع قاعدة من أجل التعلم من الدروس السابقة، وأيضا خاصة بعد فترة الجائحة كانت فترات مكنتنا من تدارك العديد من النقاط. الاستراتيجية الحالية مبنية على عديد من العناصر، أولها وأهمها هي الترويج لمقصد الجزائر وجعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز، مبنية على جودة الخدمات السياحية، على التميز من خلال تقديم تسهيلات في مجال الاستثمار، في مجال تمويل المشاريع الاستثمارية، وكذا تقيدا بتوجيهات مخطط عمل الحكومة. نبدأ بهذه النقطة بالتفصيل. الاستثمار السياحي اليوم، إعادة إطلاق عديد المشاريع، رفع العراقيل أيضا عن جملة من المشاريع السياحية، ما هي آليات دعم المستثمر ومرافقته في إنجاز المشروع الاستثماري؟ تحصي الجزائر اليوم حظيرة فندقية تحتوي على 1590 فندق بطاقة استيعاب تقدر ب 146 ألف سرير، وهذا من خلال ما هو موجود حاليا وما هو مستغل. ناهيكم عن عدد المشاريع التي هي تم الموافقة والمصادقة عليها والتي تقدر ب 2600 فندق الذي تم الحصول على الموافقة من أجل إنشائها، منها 734 مشروع فندق طور الإنجاز، والتي استلمنا منها 9 فنادق في بداية السنة، والتي سنستلم منها حوالي 38 مشروع إلى غاية نهاية السنة، من بينها 15 مشروع التي سيتم استلامها إن شاء الله خلال هذه الصائفة. كل هذا نتيجة المجهودات وتضافر المجهودات والعمل ما بين القطاعي، والذي أبرز ما جاء فيه فيما يخص الشق المتعلق بالاستثمار السياحي في الجزائر هو الاتفاقيات من أجل إعداد التسهيلات اللازمة للمستثمرين من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، وهذا من خلال اتفاقيات إطار قانون الاستثمار الجديد. نعم، قانون الاستثمار الجديد جاء بالتسهيلات اللازمة من أجل استقطاب
من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، ولكن في نفس الوقت كنا نعمل كقطاع على تسهيلات لتقديمها للمستثمر الجزائري، والتي كانت من خلال 12 اتفاقية إطار مع عدة مؤسسات بنكية من أجل إيجاد الترتيبات والتجهيزات والتأطير اللازم من أجل مرافقة المستثمرين وتشجيعهم على مواصلة مشاريعهم وحثهم على الاستثمار في قطاع السياحة. هذا بالنسبة للاستثمار. وما جاء كان لابد على قطاع السياحة من انتهاج هذا النهج في تخصيص جزء من قانون الاستثمار من أجل الاستثمار السياحي. ونحن في بداية موسم الاصطياف، هل تتوقعين ارتفاع طاقة الاستيعاب الوطنية سيدتي؟ طاقة الاستيعاب الوطنية التي سبقت وذكرتها والتي تقدر ب 1590 فندق حاليا مستغل من على عبر كل التراب الوطني، منها فنادق شاطئية. واليوم لا نتكلم فقط عن سياحة شاطئية لموسم الاصطياف. الجزائر القارة تحتوي على عدة مناطق طبيعية وفي مختلف ربوع الوطن. هناك من يذهب إلى حتى الجنوب لأن هناك مناطق رطبة يمكن قضاء فيها عطل. اليوم خرجنا من مربع موسم الاصطياف خاص فقط بالسياحة الشاطئية. اليوم نحن نروج للسياحة عبر التراب الوطني بشتى أنواعها، ومن أجل تعزيز طاقة الاستيعاب، وزارة السياحة تقوم بمرافقة نشاط الإيواء لدى الساكن. هذا النشاط، هذه الصيغة صيغة جديدة إلا أنها تعرف إقبالا كبيرا. أكيد كان من بين الاستراتيجيات التي قام عليها القطاع وهو تسهيل وتأطير هذا النشاط الذي كان يقام بطريقة نوعا ما غير قانونية أو غير شرعية. فكان ما هو متعارف عليه في المجتمع الجزائري، كل ما شخص لا يستطيع دفع حق فندق يتجه إلى كراء مساكن. ولهذا قام القطاع على وضع هذه الآلية من أجل تسهيل لكلا الطرفين، تقنينها لضمان حقوق الطرفين وأيضا صاحب وكذا المسكن. جودة الخدمة، لأنه يمكن لمصالحنا القيام بمراقبة هذه المساكن وتأطيرها من أجل الحصول على الرخصة اللازمة من أجل مزاولة هذا النشاط. يمكن تقييم مبدئي لهذه الصيغة من حيث جودة الخدمات ومن حيث أيضا تقبل الطرفين لعملية تقنينها ودخولها في الإطار النظامي. هذه ليست أول سنة. جيد. ونحن نعمل جاهدين على مواصلة تشجيع المواطن الجزائري على القيام بهذا النشاط بصفة رسمية، لأنه لاحظنا أن هناك امتناع نوعا ما من طرف، بالرغم مزاولته حقيقيا، ولكن امتناع عن الحصول على هذه الرخصة، لأنه دائما بالنسبة للساكن يمكن بالنسبة له سيعرضه لدفع ضرائب وغيرها. وهذا ما نعمل عليه دائما في خرجاتنا التحسيسية من أجل بعث الوعي وروح المسؤولية لدى الخواص من أجل مزاولة هذا النشاط بصفة رسمية، والذي لا تترتب عليه غير الإبلاغ من أجل حماية المواطن وحماية صاحب السكن من جهة أخرى. دائما في إطار الترويج للسياحة الداخلية، كيف يتم متابعة مختلف المسارات السياحية عبر الوطن والترويج لها كوجهة سواء بالنسبة للسائح الجزائري أو حتى أيضا السائح الأجنبي؟ من أجل ترويج السياحة في الجزائر هناك استراتيجية نحن في صدد كقطاع في صدد إعدادها، والتي كان دليل هذه الاستراتيجية والتي تحمل عنوان استراتيجية تسويقية لوجهة الجزائر، والذي تم استلامه من طرف المنظمة العالمية للسياحة في شهر جوان المنصرم، والذي نعمل عليه من أجل وضعه حيز التنفيذ ومن أجل
من أجل جعل محتوى هذا الدليل يتماشى مع مستلزمات السياحة في الجزائر، والذي كان بالتعاون بين المنظمة العالمية للسياحة ووزارة السياحة. هذا ما نعمل عليه من أجل رسم خارطة قصيرة متوسطة المدى من أجل تنفيذها في الوقت القريب، ما عدا مخطط توجيهي للسياحة في الجزائر، والذي يرمي إلى آفاق 2030. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل ترويج للسياحة الداخلية في الجزائر، بالإضافة إلى المجهودات التي نقوم بها وإلى التحسيس المستمر وإلى الملتقيات مع الفاعلين في المجتمع المدني والناشطين في القطاع والمستثمرين، إلى هناك أيضا المنصة التي تم إطلاقها في شهر جوان المنصرم بحضور السيد رئيس الحكومة، والتي كانت تحمل عنوان مسارات الجزائر، والتي تحصي أزيد من 1200 موقع سياحي، وكذا 380 مسار عبر التراب الوطني، والتي وضعت تحت خدمة السائح الأجنبي والجزائري من أجل اكتشاف ما تسخر به الجزائر من موروث مادي ولا مادي لابد من ترويج له والعناية به، ومن أجل بعث مقصد سياحي جزائري. كيف يتم تفعيل المضي نحو هذه المسارات السياحية ضمن هذه المنصة بإشراك كل الفاعلين؟ وهنا أريد أن أشير إلى دور الوكالات السياحية في الترويج لهذه المنصة، لهذه المسارات عفوا. جزء من هذه المسارات في الحقيقة هي المسارات، كان هذا عمل وجهد كبير من طرف وزارة السياحة، وضع تحت خدمة الوكالات، خاصة الوكالات الجديدة التي ليست لها خبرة في وضع منتوج سياحي كامل، وهذا أيضا برقابة مديريات ومصالحنا اللامركزية، مديرية السياحة على مستوى الولايات، التي شاركت في إنجاز هذا العمل من خلال وضع النقاط والمواقع التي يمكن للسائح زيارتها، والتي لا بد من أن تحتوي من العناصر الأساسية التي يحتاجها السائح حين تنقله، من بينها الأمن أيضا، النظافة وغيرها، وكذا المسافات، المواصلات، وسائل النقل، وحتى الفنادق والمطاعم التي يمكن للسائح قصدها، والتي كانت تحت رقابة مديريات السياحة للولايات المختلفة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إشراك وكالات السياحة والأسفار وتشجيعهم من خلال الصالونات والتظاهرات التي تقام على مدار السنة من أجل الترويج لوجهة الجزائر ومن أجل ترويج السياحة الداخلية خصوصا. هناك برنامج للصالونات، من بينه صالون السياحة التقليدية الذي أغلق أبوابه يوم السبت، وأيضا نحن في صدد التحضير لصالون دولي للسياحة، وأيضا المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي سيكون في فترة انطلاق موسم السياحة الصحراوية، بالإضافة إلى فوروم السياحة الحموية والذي سيكون في أواخر شهر أكتوبر. ناهيكم عن مشاركات الجزائر من خلال الديوان الوطني للسياحة بإشراك وكالات السياحة التي تتخصص في السياحة في السياحة الاستقبالية من خلال مشاركتهم في العديد من الصالونات الدولية عبر العالم. جيد، عندما نتحدث عن السياحة نتحدث في غالب الأحيان عن الخدمات المقدمة للسائح. في نقطة جودة الخدمات، كيف يتم ضمان أيضا تكوين الإطار البشري الصاهر على تقديم هذه الخدمات بما يستجيب لتطلعات السائح؟ أشكركم على السؤال، لأنه قاعدة كل خدمة هو جودة الخدمة. نعم. والخدمات السياحية هو قطاع حساس مبني على الخدمة، والخدمة بدون تكوين لا يمكن التكلم عن خدمة ذات جودة. أولا لدينا مخطط جودة السياحة، والذي نحث
الفاعلين في القطاع وأصحاب فنادق والمؤسسات ووكالات السياحة والأسفار وكذا المطاعم السياحية على الانخراط في هذا المخطط من أجل الاستفادة من التكوينات والتوجيهات اللازمة ومستلزمات الحصول على علامة جودة السياحة في الجزائر. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك مراكز التكوين التابعة التي لديها وصاية القطاع وكذا وصاية القطاعات الأخرى على غرار المدرسة العليا للسياحة والتي هي تحت وصاية أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع تحت إشراف القطاع على غرار مؤسسة التكوين المهني بتيزي وزو وبوسعادة وكذا فرعي تلمسان وورقلة. هذا بالنسبة ما يسخر به القطاع من مؤسسات تكوينية من أجل النهوض ونعمل جاهدين في عدة برامج من أجل وضع برامج تتماشى مع التكوين على غرار ما هو موجود في العالم مع إعطائه خصوصيات الخدمة للسياحة الجزائرية. في الأخير وباختصار شديد نعود إلى الترويج إدخال الرقمنة والعصرنة باختصار شديد سيدتي. باختصار ما يمكن تقديمه في هذه النقطة هو المجهودات التي قامت بها الوزارة من أجل وضع بوابة لاستقبال الملفات الاستثمار وكالات السياحة والأسفار وأيضا الإصغاء لانشغالات المواطنين. أشكرك جزيلا السيدة لبنى جريبية مديرة فرعية لترقية السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية على الحضور وأيضا على كل هذه الشروحات والإضافات. أشكركم سيدتي. مشاهدينا حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة حان الآن موعد أذان صلاة العصر فلننصت لصوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. محطتنا الأخيرة في عدد اليوم وكالعادة طائفة من الأخبار الرياضية المتنوعة تنضم إلي لبنى برويس. لبنى مساء الخير. مساء الخير لك فايزة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى الظهيرة الرياضية. 10 أيام فقط تفصلنا عن موعد الألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر يوم 5 من شهر جويلية المقبل لغاية 15 من نفس الشهر. الاستعدادات ما زالت مستمرة من أجل إنجاح هذا الحدث العربي. مشاهدينا فاصل ولنا عودة بعد ذلك. نظمت لجنة المحلية لتنظيم الطبعة 15 للألعاب العربية بوهران ملتقا توجيهيا على مستوى مركزية التسلية العلمية وذلك مع مختلف اللجان لوضع آخر اللمسات قبيل انطلاق الدورة العربية. التفاصيل مع سليم هواري. أيام قليلة تفصل عن انطلاق الطبعة 15 للألعاب العربية وشباب مدينة وهران المنخرط في لجان التطوع يواصل استعداداته لإنجاح الحدث الرياضي المرتقب. تعلمنا كيفية المعاملة مع الضيوف المجايين
ونعطي نظرة للجزائر. يمدونا معلومات كيفاش غادي تكون يعني هاد ليديسيون ان شاء الله. ايا وغادي يكون كاين لجنه تكوينيه يعني باش يكونوا حنايا كشباب باش تنجح هذه الطبعه ان شاء الله. ان شاء الله احنا كونونا شباب وطلاب جزائري نمدوا صوره جيده للالعاب العربيه. لجنه التطوع على مستوى مدينه وهران ومن خلال اللقاء التوجيهي مع مختلف اللجان وضعت برنامجا تضبط به ابرز النقاط التنظيميه تحسبا للاستحقاق الرياضي المنتظر. الواجب هو أن تنتشر أو أن نرسم الصورة أو المشهد الجميل عن وهران، عن لجنة التنظيم بشكل عام وعن اللجنة المحلية للتنظيم وأيضا عن الهياكل. النشاط تاعنا ولا المهام تاعنا هو مهام تنسيقي كما سبق وذكرت، تنسيقي مع كل كافة المديريات المعنية بالنشاط الثقافي والسياحي على مستوى ولاية وهران. تحضيرا للألعاب العربية اليوم هو اللقاء يخص تقنية الاستقبال وأنماط الشخصية التي يجب أن يتكون فيها المتطوع، وهذا طبعا لاستقبال الأجانب خاصة لجنة البروتوكول حتى نكون في أتم الجاهزية لاحتضان هذه التظاهرة وإنجاحها. برنامج ثري للشباب المتطوع لإنجاح الدورة العربية الرياضية توازيا والتنظيم المميز لمختلف التظاهرات الرياضية السابقة. دائما مع الألعاب العربية، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد رجال أكابر تربصه التحضيري ببوسماعيل استعدادا للبطولة العربية التي تحتضنها الجزائر. المزيد في سياق التقرير التالي. يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد الرجال تحضيراته بقاعة بوسماعيل بتيبازا استعدادا للألعاب العربية المزمع إجراؤها بالجزائر. تربص عرف ضم أسماء جديدة على شاكلة اللاعب رضا بن داس الذي يحمل ألوان المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه. الحمد لله، هذا الاستدعاء الأول تاعي ليكيب ناسيونال بعد ما كنا في البطولة وقدمنا أداء جيد في البطولة مع الفريق عين توتا تاعنا. الحمد لله اللي خدينا البطولة، وحاليا رانا في تحضيرات الألعاب العربية مع الفريق الوطني. إن شاء الله نقدموا مردود جيد ونشرفوا الرأي الوطني في الألعاب العربية هذه. التربص ينطلق يوم 19 من شهر جوان وسيدوم إلى غاية 30 من نفس الشهر قبل أن تشد عناصر النخبة الوطنية رحالها إلى وهران مكان إجراء منافسات كرة اليد. وبالعودة إلى القرعة التي وضعت الجزائر في مجموعة مصغرة تضم كل من قطر، السعودية، ليبيا والعراق، المدرب صالح بوشكريو أكد تفاؤله الكبير بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة. نلعبوا تقدر تقولي 7 مباريات، احنا حضور تاعنا احنا باش نلعبوا المراتب الأولى على كل حال، لأنه منافسة حتلعب في الجزائر. لاعبين هادو صح صغار في السن، صح ما عندهمش تجربة، بصح انا نقول بلي عندهم امكانيات. الاهم شيء هما كما يقولوا يكونوا واعيين بالامكانيات تاعهم، لان واحد يكون واعي بالامكانيات تاعهم يقدر الامكانيات تاعو يقدر يدير حاجه مليحه. حنا راح نحضروا اول شيء نهتموا خاصه بانفسنا، نحضروا نحاولوا نصحوا الاخطاء يعني، ونحاولوا نقوموا باشياء كثيره خاصه على المستوى التكتيكي وانسجام بين اللاعبين. بإرادة وعزم كبيرين يطمح المنتخب الوطني لكرة اليد لتشريف الراية الوطنية في هذا المحفل الرياضي العربي. اختتمت أمس البطولة الوطنية للسباحة في المجمع المائي بالمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، والتي عرفت احتلال مولودية الجزائر المرتبة الأولى وشباب الوزداد في المرتبة الثانية وأولاد موسى في المرتبة الثالثة. كما جرت المنافسة في ظروف تحكيمية تنظيمية أقول محكمة، وهي التي تعتبر محطة تجريبية للألعاب العربية، يقول بقدور محمد أمين. بعد 4 أيام من التنافس في البطولة الصيفية للسباحة، حصدت عناصر مولودية الجزائر أكثر من 40 ميدالية مسيطرة على المنافسة عند الرجال والسيدات، فيما عادت المرتبة الثانية لشباب الوزداد الذي عاد بقوة بعد غياب لسنوات عن منصة التتويج. أما المفاجأة فقد صنعها نادي أولاد موسى الحائز على المرتبة الثالثة. الأوبجيكتيف
principal تاعنا سيتي دو لا كوب اون ريكولت لو بلو بوسيبل ميداي دور ديبي لو بروميي جور جو بونس كو قدرنا نحقوا هذا لوبجيكتيف تاعنا وما ما فالا اون ا دي ناجور دو كاليتي الحمد لله هذا العام عوده اون فادير عندها بقوه باسكو في لي يعني باش نتحصلوا على بوديوم اي اون بلاص في لي انتر كلوب اون افيت ثروازيام بلاص لا اون رياليز لا دوزيام بلاص سي فريمون اكسبسيونيل صافي بليزير كي نشوف لي جون في بلادي هكاك موتيفي ونحب نموتيفيهم العام هذا لا سيزون تاعي ما كانش كيما العام اللي فات مازال ابخي دوك نشوفوا لي ريزولتا ليكيب داوي بانو في لي جوز عرب ان شاء الله سي اون كومبيتيسيون اوبجيكتيف بور مو منافسة كانت ناجحة على الصعيد الفني والتنظيمي بتحفة المسابح الجزائرية في مركب ميلود هدفي بوهران والتي تعد محطة تجريبية للألعاب العربية. السباحين واش خلاهم باش يجوا يشاركوا هي أولا عندهم عقود مع الأندية تاعهم لازم يدوافونو غير لوغ كونتراي بارتيسيبي افيك لوغ كلوب. سكوندو يا دي بيرفورمانس رياليزي هنا في الجزائر حتى تتسنى للمديرية التقنية الوطنية أنها تعمل تقييم لهاد السباحين ومدى جاهزيتهم. بطولة تعتبر آخر اختبار لسباحي المنتخب الوطني قبل دخول غمار الألعاب العربية وبطولة العالم الشهر المقبل. سياق منفصل توج اليوم المنتخب الوطني للرجبي بلقب كأس إفريقيا للأمم والتي جرت فعاليتها بجزر موريس في سابقة تاريخية وذلك على حساب منتخب نيجيريا ب 24 نقطة مقابل 5 ليتأهل إلى الدور التأهيل الأخير شهر سبتمبر المقبل بزيمبابوي والتي سيتحدد أقول على إثرها المتأهلون إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024. في خبر آخر وبملعب 18 برويسات أقيمت على مدى يومين فعاليات البطولة الجهوية للجنوب الشرقي المؤهلة للنهائياتها الوطنية للمدارس الكروية. محمد السنوسي يفصل لنا في هذا الموضوع. للعام الرابع على التوالي تقام البطولة الجهوية للجنوب الشرقي المؤهلة لنهائيات الوطنية بولاية ورقلة بمشاركة العديد من المدارس الكروية لولايات الأغواط وغردايا وتقرت. لعبت مع أصدقائي في الفريق وإن شاء الله ندور لكوب هذه وإن شاء الله نكبروا مع بعضنا ونولوا فيه كيف كبيرة إن شاء الله. المشاركة نتاعنا جبوا علينا ندور لكوب ونكبروا هنا احنا واصحاب نتاعي نروحوا نلعبوا في ليكيب ياسما باش نلعبوا كره القدم باش نفوزوا على الكؤوس ونطلعوا الى النادي الكبار. الطموح نتاعي نلعب في شباب الوزداد ونلعب في المنتخب الوطني ان شاء الله. على مدار يومين تتنافس 8 مدارس لكره القدم بفئه عمريه صغيره مواهب وخامات لنجوم صاعدين في كرة القدم. الأهداف تاع الجمعية تاعنا اللي هي باش تعطير المواهب إن شاء الله لي جان تاعنا هذو الذراري إن شاء الله
يبعدوا لنا شويه على الافات الاجتماعيه ويكون الاحتكاك مع بعضهم. احنا رانا ناويين ان شاء الله نكونوا دراري ونطلعوا الجيل هذا اللي راح ان شاء الله يكون هو الخزان الفريق الوطني. ما يخفلكش بلي بحكم درجه الحراره وكذا ورانا صابرين مع الاولاد وكذا، وان شاء الله باذن الله نوعدكم راح يكون مدرسه وراح نكونوا احنا الخزان الاول للفريق الوطني. جينا نبرهنوا على القدرات والمواهب تاعنا في غردايا وفي الجنوب عامه. نتمنوا ان شاء الله الفنيين يهبطوا للجنوب، كاين خزان كبير من المواهب راه نشوفوها. هذه النجوم الصغيره ستكبر مستقبلا لتصبح اكبر في عالم المستديره طالما وجدت الرعايه والتأطير. مشاهدينا نهاية الفقرة الرياضية، شكرا لكم على المتابعة، والآن عودة إلى فيزة. شكرا جزيلا لك لبنى، والموعد يتجدد في مواعيدنا الرياضية المقبلة. مشاهدينا بأخبار الرياضة أصل معكم أنا أيضا إلى ختام برنامج الظهيرة لهذه الأمسية. في الختام هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم طيلة عمر هذا المباشر، إلى اللقاء.